معظم الوقت أمام حاسوبها في منزلها بصنعاء، تبتكر أفكارا جديدة تستغرق منها ساعات طويلة وأحيانا أياما. منى علي أول امرأة في اليمن تعمل في مجال تأليف وتحريك الرسومات الكارتونية. تلاشت مؤسسات الدولة اليمنية بسبب الحرب، وكان من الصعب على منى أن تجد وظيفة لها. تخرجت من الجامعة وصممت أن تشق طريقها بنفسها. مبدئيا أبدأ أنا أمثل الفكرة في نفسي، وأبدأ أعمل دور الفكرة، كيف تنتج، كيف ممكن، حتى ممكن أنني أتأثر وأصور نفسي كيف على قبل إنتاج الفيلم. أول ما أشوف كيف السيناريو أو كيف ترتيب الحوار من خلال أنا اللي فعلتها لنفسي، خلاص أبدأ عليها، أحط الفيديو اللي أنا فعلته بالحقيقي، أبدأ أفعلها كأنيميشن كرتون. تحاول منى برسوماتها المتحركة تصوير واقع اليمن في زمن الحرب لتنقله إلى العالم. أنتجت أكثر من 10 أفلام كارتونية على مدار عامين. اليمن بين الألم والأمل واحد من أفلامها، وأفلام أخرى تعكس الوضع الإنساني في البلاد. نحن يا ابنتي أناس ذوي قلوب طيبة وأرواح مليئة بالتفاؤل، نجد الناس يرضون بأقل الحقوق، نجد فيه البساطة وصفاء النفوس، نصحو صباحا فنجد المنازل مليئة بضحكات الكبار والصغار وسعادتهم لمجرد كونهم. وقف والدها إلى جانبها، وبعد وقفته هذه هانت سطوة العادات والتقاليد المتسلطة على المرأة. أولا في بدايتها وهي صغيرة في الرسم، في حكاية الرسم كانت رسامة كويسة، أيضا في استيحاء الأفكار الفكرة حق أي مادة سواء تنتجها أو تعملها، فبالتالي الجامعة بدأت يعني تطور من هذه الفكرة أكثر عندها، وكانت تعمل باوربوينت وكنت أشجعها عليها. تقوم بنشر أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى إقبالا كبيرا. تطمح منى أن تنشئ ديزني اليمن وأن تصل بشهرتها إلى أقصى العالم، طموح ليس مقتصرا على الرجال فحسب، ولكن لمنى نصيب من هذا الطموح. نبيل اليسفي، التلفزيون العربي، صنعاء.